بدل بندر. فريق الموظفين؟ بدل بندر. افا بندر جوا ما تحس بشي عادي. هم اول ما يجونك انت ايش تسوي؟ وخر عنهم كذا شوف قدام هناك يا عمر الملحم عليه ملامح الذكاء طبعا يا شباب حلوه. عمر عمر اهنيك على عقلك يا عمر الملحم. عمر البرمه اللي برمتها حلو كفو. هذا هو الفهم اللي لما يجيك خصمك تحاول تبرم معاه تسحبه وتطلعه برا الدائره. يلا بسم الله. فريق صالح الزهيري جالسين يخططون من جوا ماني عارف هم يسمعوا بعض ولا يجيبون العيد. اول مره اشوف فريق يخطط مع بعض وما ادري ايش السالفه. الصوت يوصل حبيبي وائل دقيقه بس خذ راحتك بس انت بتلبس. جالسين يخططون. عز الزايد الفريق الثاني مستعدين ان شاء الله استعدون. عز الزايد يلا خلاص بعد اللعبه هذه ايش مجهزين باذن الله ننتقل الملعب الصابوني. الملعب الصابوني يا باذن الله. بعد اللعبه الفريق الثاني مستعدين. شكرا يا بندر. شكرا لكل الاسماء اللي قال عبد العزيز. شكرا لموظفين القريه على حضورهم. شكرا لاخويا المتسابقين على حماسهم وروحهم العاليه. شكرا لكل الناس اللي تساهم في نجاح هذه الليله. طبعا الان راشد لعب وضيع ان هذا دوره راحت نص طاقته. محمد سيد اعطيني صوت على مبال نلطف الجو ونريح الشباب ونخش في اللعبه الثانيه. توكل على الله محمد سيد. يلا يا عيال يلا شباب ثاني ونبدا. علي بل جهزوا حلوين. يلا شباب مع بعض. وين يا سلام حلوين وين كفو. يلا يا سلام يا سلام حلو. محمد مسعود الفريق الفائز مستمتع. صالح الزهيري طلع واحد. طبعا اجمل اللقطات اليوم صالح الزهيري الصدام وفاز بشيء. يا سلام. ايضا لا ننسى جمال الليله الشاعر سعد السبيعي. نقول له تقوم بالسلامه. والله يقومك بالسلامه. هو الفوزان. الفوزان اصابه في الركبه. السبيعي اصابه في الكتف. اتمنى المتبقى. الرجال مضيع ملبق هناك يا طيب ملبق 16 هنا يا الحبيب. يلا عبد العزيز توكل على الله. الفريق الاول متحمسين قاعدين يبسطون بالفرحه الاولى. الفريق الثاني شبه متوترين. متوترين الفريق الثاني. الفريق الثاني متوترين ولا مستعدين؟ لا قاموا يرقصون بعد. طيب يلا نبغى واحد من الفريق الاول واحد من الفريق الثاني. انت يا راشد. طيب راشد تقدم معنا نبغى واحد معه. من يلا محمد. طيب واللي فايز منهم سواء الفريق الاول او الفريق الثاني راح يقابل موظفين القريه. نبدا واحد اثنين ثلاثه. عندنا صوت يا بني صوت. خلاص 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 راشد نشكرك يا راشد. نزل اوه والله فرحان ابو محمد. فرحان ابو محمد من حقه. صوت صوت ايوه خليكم برا الدار برا الدار. من اللي بيقابله؟ من اللي بيقابله الفريق الاول؟ يا عيال حددوا واحد منكم يتقدم. قمدان حددوا محمد الدهلي طلع صالح يعني عدها. طيب يا عيال يا عيال الفريق الاول خلاص يا ابو محمد خلاص روح ارجع ايش ترجع. طيب بلا هوس خلاص انحلت يا شباب. يا الفريق الاول يا الفريق الاول انتظموا تبقى يا عماني انتظموا الفريق الاول. يا ابو محمد صالح كم شيء حددت العماني ودخلت. لا والله والله انه هنا والله انه هنا والله قال هو والله انت قايل محمد وانا ناظر. طيب 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 عشان ما يكون عشان ما يكون في اشكاليه بنعيد بنعيد بنعيد. لا ما بريد داخل الحين داي خصم خل واحد يدخل. طيب طيب من اللي من اللي في الفريق الثاني بيطلع؟ تفضل يا غمدان. من منكم بيطلع؟ من اللي بيطلع؟ من اللي بيطلع؟ راشد بيفتح شوي بيت. سالم تفضل يا سالم هنا. لا هنا معلش يا ابو محمد. راشد وغمدان نبدا بسم الله وعلى بركه الله. واحد صوت صوت موت اثنين ثلاثه. لا 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 كمل كمل ها طلعها من الدايره طلعها من الدايره طلعها من الدايره طلع خلاص خلاص سالم الخنفري سلم.
من يقول وقف؟ خلاص اذا طحت من قال وقف؟ وقف كم من وقف؟ ها؟ من قال وقف؟ انا هديكم من التقدم والله اني هديك هديك معلش لا انت فريق يا عيال اذا بدك عندك اشكاليات ما بدك حبيبي لا بس عزوز عزوز خلك معك هديت انا اندفعت ما شاء الله اندفاع ووقفت في النص هديت النص صح ولا لا؟ طيب طيب قاعدة طيب طيب اعتبر ملغى انتم خلاص من هنا نقطة خلاص عشان يكون في تعادل غلط غلط ما انتهينا خلاص راشد لا خليك بقي بقي ثلاثة اذا بتدخل من الضيق حق كذا رابع ابو قلت يا شباب يا شباب قدر الفقرة تكفون طالبكم عز عز يا عز يا الثاني يلا الثاني يلا انا موجود تفضل يا راشد معلش غلط غلط معلش قبل شيء تقدم قلت له وقف معلش يبقى معنا ثلاثة من الفريق الأول وثلاثة من الفريق الثاني اللي معنا الحين من عمر محمد محمد الدهلي طبعا تبدون من الرصاصي يا عيال ارجع لما نعد الثلاثة عشان ما يكون في إشكال واحد اثنين ثلاثة يا اثنين واحد طيب يبقى فيه شخصين هنا ثلاث اشخاص هنا طيب يا محمد حاضر يلا يلا يا شباب ايدك ايدك ارجع عشان يدخل مسابقة جديدة يلا يلا بقي محمد وطه طيب بقي هنا ثلاث اشخاص وهنا شخصين ممكن الشخصين يغلبون دولي مو كله طيب اللي معنا الحين محمد ال مسعود ومعانا طه فرع الناضج نبدا بسم الله واحد ادخلوا في الرصاصي ادخلوا في الرصاصي ايه واحد اثنين ثلاثه يلا بلا بلا احتجاجات يعني. كل شيء واضح كل شيء واضح تقريبا المسألة حسمت صحيح يا لا 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 اجين اجين طلع الا طلع طلع تقريبا المسألة حسمت صح طلع لا طيب يلا 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 ممكن ابو محمد يطلعكم ثلاثتكم يلا سوا فريق الغمز يقابل ابو محمد نتوكل على الله ادخل في رصاصي واحد اثنين ثلاثة اهو 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 محمد صح صح يا ابو محمد ما شاء الله يا ابو محمد يلا صالح الزهري كم النتيجه لا باقي لا 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 هنا واحد هنا اثنين عبد الله عبد الله ابو محمد من اللي بيقابله منكم الطرف الثاني طه طه يلا طه 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 بيقابل ابو محمد نعد الى الثلاثه واحد اثنين ثلاثة يا زبعد انت وهذا اه اه والله 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 مبين ما مبين ابو محمد باقي عمر طيب خلاص راشد راشد تكفى طيب اقتربنا الواحد الواحد تعادل الفريقين الحين بقول شيء عبد العزيز هذه فرصة نقول للناس مهما صار مهما فعل ممكن تقدر تكمل حتى لو كان قدامك أشخاص كثيرين هذا هو النجاح صالح الزهيري الوحدة هزم ثلاثة أشخاص يلا طيب. نبدأ على رصاصي لا هذا فريق العمال على رصاصي على رصاصي يا أبو محمد عمر على رصاصي نبدأ إلى ثلاثة واحد اثنين عمر اثنين ابدأ خلاص ثلاثة يلا يلا اهو 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 روح يا صالح اهو منافسة قوية منافسة قوية اطلع من الدائرة هواي يا سواق سيارة يا سواق سيارة لا تسلم يا عيال يا عيال شباب 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 محمد سيد محمد سعود والله يا طاح طاح يا جماعه تفضل والله طاح طاح حنان اللي يسمع اسمائهم يجوا عبد الله تفضل جوتم تفضل منير الرجال الطيب تفضل منير حماده منير لازم يا منير يلا يلا الفريق الثاني نبيل يلا من اللي يواجهون فريق صالح ولا نبيل الفريق الثاني هذا يلا يلا شباب يا جكي جكي خلوا 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 هذا ملقوف خلاص
يا راشد راشد يا راشد على ظهره نزل انا الحين انزل يلا انزل لا اصبر اصبر بروح بهذه الان التحدي بين موظفين القريه والفريق الفائز طه خليك معك يلا عمر الملحم فريق عمر الملحم يقابل فريق القريه الفريق الفائز والله جناب شوف جناب يلا ده ما ولد غير النظام كامل غير النظام مو اللي طيب يا عمر يا راشد اتمنى تحترم القرار احترم فريق يا اخي باقي انا بالاصطدام حيكون الان مو اللي يطلع برا الدائره اللي يطيح الثاني بخلي الشباب انا عندي اصابه ها تعال هذا فريق صح الموظفين طيب روح هناك منين روح هناك ايوه روح هناك كم هنا اربعة خلاص اي ترى الطريقة اختلفت الحين ها الطريقة اختلفت اللي يطيح مو اللي يطلع من الدائرة ابو ناصر جاهزين الشباب الفريق الثاني جاهزين يلا يا شباب الفريق الطريقة الحينة تغيرت مو نفس الأولى اللي طيح الثاني في الدائرة هو الفائز أو برا الدائرة أو برا طيح أهم شيء طيحه سمعتوا يا الفريق الثاني يا عبد الرحمن يخوف شوكة التماس ريستنايت عبد الله جويلز عبد الله الشيخ الحسن ريستنايت تميس منير شوكة تميس نبيل جوتم أول متسابق هنا وين الطريقة اختلفت طيح الثاني حاول انك تطيحه لو برا الدائرة خلاص خلاص يلا سعد مين جكي طيب يا اخوي ذا والله اول واحد من عندكم اول واحد يا وائل الطالب يا سوى طلع لي واحد من عندك طلعوا واحد من عندكم انت اوكي طلعوا واحد جوتم طيب بسم الله واحد اثنين ثلاثة يلا باي اوكي خلاص واحد صفر اوكي قتم يلا من هنا ونبيل يلا نشوف الطحية حساني يلا يا نبيل مستعد نبيل عبد الله يلا واحد اثنين ثلاثة ايوه اقوى لا تعدي عود انت على احمر يعني لا تعدي على احمر يعني لا تعدي يا سواق السيارة لا تسمع ارتك وهدي لا تعدي الإشارة هنا أحمر يعني لا تعدي يا سواق السيارة لا تعدي
يلا طه يلا خلاص سنات ولا حد طلع عبد الله لا ما طلع باقي لا طلع انا الوقت انا طلع باشي طلعت ولا لسه ما طلع طلعت صح عبد الله طيب يا